اخيرا يا عامر خرجنا. انا اذا كان عليا عايز اخرج كل يوم والله يا مياده، بس اديكي شايفه البلد كلها قلق. ما البلد اهي زي الفل، انت بس اللي موسوس وقلق في كل حاجه. ما انا اهي زي الفل، بتحب وتتحب. ايوه بس انا ممكن احبك في البيت. لا انا عايزاك تحبني في الشارع. شفت حب الشوارع يا صايعه؟ يا عامر يا عامر خد يا جمال، تعال نصور سيلفي مع القنبله. يا عامر اخيرا نزلنا الشارع. انا غلطان ان اتجوزت واحده تربيت شوارع. الله، بس بصراحه كان لازم نجيب كريم ابننا معانا. يا ستي خليه في البيت، خلي حد يورثنا. يا عامر لازم تبطل وسوستك دي، انت بقالك شهرين حابسني في البيت، انت بتروح شغلك بالعافيه. فاكره يا ميادة اول ما اتخطبنا قلت لك ايه؟ قلت ايه؟ قلت لك انا عايزك تبقي حبيبتي واختي وامي. يا سيدي اعتبرني خالتك. خليك في الشارع يا خالتي. يا عامر عامر استنى خد. ما انا احد شهود العيان. يا ستي سيبيني في حالي، انا عيان. مالك الف سلامه وليه متوتر كده؟ هو ايه اللي ليه متوتر كده؟ هي بومبا اللي ضربت دي مش قنبله دي. طب وعملت ايه لما القنبله ضربت قدامك؟ رحت واخدها على صدري وشايطها على الطاير على طول. انت عبيطه، سيبيني في حالي بقى يا استاذ. اديني خرجتك اهو يا ستي، انت وابننا. مخرجني مع كلب مفركعات موترني. هتتعودي عليه يا حبيبتي زي ما انا اتعودت عليكي بالظبط. مش مهم يا ماما، المهم ان احنا خرجنا من البيت. بقول لك ايه؟ ايه؟ هتيجي نقعد في الكافيه ده اللي جنب النادي. كده كريم هيتاخر على النادي. لسه ساعه على التمرين. طب يلا انت هتضربيني في الشارع قدام الناس، يلا بينا. ايوه ايوه ايوه، على فين؟ على فين ايه؟ وهنا على فين؟ داخلين نقعد. طب عشان تبقى عارف في هنا منهم شارج 100 جنيه لكل فرد فيكم، والكلب ده مش هيخش، ممنوع. لا ممنوع ايه؟ انا ادفع له زي اي كلب قاعد جوه. اسف جدا، عندي زباين بتعترض. لا 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 ما تقلقش من حاجه، القافله تعوي والكلاب تسير. طب مش هتخش؟ هو ايه اللي مش هتخش؟ وهتكون فاكرنا بتوع بابي ولا مامي؟ ده انا من بابا يا عناي. المدام تربيت شوارع، هنخش ولا خليها تتصرف؟ لا 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 لا، انا لا اسمح بالاسلوب ده عندي هنا في المكان، وطالما الحوار وصل لكده هتخش يا فندم طبعا، حضرتك والاستاذ والكلب والطفل اللزوز ده. يعني كان لازم المدام ترجع للبيئه اللي هي جايه منها. اتفضلي يا روح قلبي. يلا حبيب. عايزين كرسي للبيه لو سمحت. يلا يا باكس. يا محمد في اي بي للاساتذه، دول من امبابا يا محمد. مش مصدق اللي انا فيه. يعني كان لازم، يعني لازم، يعني الكافيه اللي كله دخان ده هو الوحيد اللي قريب من النادي. وحضرتك تشرب لي انا؟ انا ما بشربش. انا حضرتك اشرب لنفسك، اشرب لنفسك بس، انا مش لازم اموت وانا قاعد. كويس ان انا عامل حسابي. انت فظيع يا عامر. مساء الخير يا اساتذه، هتشربوا ايه؟ هات لي كولا لايت. لا بلاش لايت، بتجيب امراض. خلاص كل عادي. عادي. لا لا بتجيب هشاشه في العظام. خلاص هات لي اي عصير. عصير؟ العصاير كلها مواد حافظه. خلاص هات لي كوبايه ميه مغليه. مغليه. هات لها تفاحه مغسوله. نعم. هات لي شاي بربري. بربري. وانا هات لي التفاحه المغسوله عشان ما يقرفناش. اللبن مغلي الباكس. باكس الكلب. شكرا، الف شكر. ميادة. ميادة. الراجل ده بيبص لي بصات غريبة قوي. تلاقيه معجب بيك ولا حاجة؟ ده على أساس إن أنت متجوزة راغب علامة ولا إيه؟ لا يا ماما، شكله يخطف بابا. لا كريم، كريم كريم، ما تلعبش بأعصاب بابا، ربنا يخليك، سيب بابا في حاله. يا أعصابك إيه اللي بتلعب بيك؟ ما أنا بصراحة عندك حق، الراجل ده شبه أبو لهب قوي. ده مش شايف غيري. وانا متر هات لي كل دايت بسرعه.
عامر، عامر يا عامر. مش هينفع ارد عليك وانا في الحمام. طيب انا مستنيك هنا. مصمم يا عامر، يا عامر. الو الو، بوليس النجدة؟ قوموا يا فندم، تحت امرك. عايز ابلغ عن حد عايز يخطفني. وانت مكانك فين؟ انا جوه الحمام وهو بره. اقفل يلا. هو حضرتك قفلت السكه في وشي ولا العيب في الارسال؟ لا يا حبيبي، اخرج من الحمام وبعدين ابقى اكلمني. ما هو انا لو عارف اخرج حضرتك ما كنتش كلمتك. واضح ان العيب في الارسال. يا عامر يا اخي اصبر بقى انت كمان. يا عامر يا عامر. بلعب يا بيه، بلعب يا بيه. الله، كمان كولا دايت يا فجرة. عامر 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 عامر. الحمد لله الحمد لله. ايه ده عامر؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت جن يا عم انت ولا ايه؟ عامر احمد معروف. ايوه بس مش معروف للدرجات دي يعني. انت مش فاكرني؟ انا حسن حسني، مدرس الزراعة بتاعك في اعدادي. زراعة ايه؟ انت يا حرامي يا متحرش، ملهاش حل تاني. يعني مش فاكرني؟ الحقيقة انا مش فاكرك خالص يعني. دي ايام تتنسي يا راجل؟ بلحقني يا راجل. حضني ايه يا راجل، دي كانت ايام سفلة شبه وشك. تفو عليك وعلى ايامك. يا عامر يا عامر. اسمع عامر، ده يتغير النهاردة النهاردة. قاعده انت ولا على بالك اي حاجه، ولا كان انا جاي من مطارده عنيفه دلوقتي. ما انا عارفاك وعارفه وسوستك واخده عليه. وسوسه ايه يا ماما؟ وسوسه ايه؟ انت ما شفتيش حاجه، ده كان جن وبيجري ورايا. عامر عامر. لا ما تشغليش بالك، دول كلهم اصدقاء دراسه. اعمل حسابك ان الكلب ده مش هيخش شقتي. طلعه السطح. هيخش الشقه وقبل منك كده. طب يعني ايه الكلب؟ الكلب خلاص يا ماما، انت ليلى والكلب ليلى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. حسني يا شيخ جهاد، والنبي وصى على سبع جار. عليك أفضل الصلاة والسلام. وبري أنا مش عايز الكلب ده يخش شقتي. أنهي فيهم؟ إيه ده؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة يا عامر، البيت الذي يقطنه كلب لا تدخله الملائكة. ثم الكلب للحراسة يا أخي. أنا رأيي خليه على السطح. ماشي يا شيخ جهاد، عشان خاطرك أنت بس. إلا الولد ده ما يبردش كده. ليش يا بابا؟ ليش يا بابا؟ وايه ليش يا بابا؟ ليش يا بابا؟ ما لو شفت الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره هتعمل ايه؟ استاذنكم. زعب من فضلك، اعوذ بالله. متوضي من فضلك. حبيبي يا شيخ جهاد، العماره اتملت. حبيبي. سلام يا شيخ جهاد، مع السلامه. مع السلامه يا شيخ جهاد. خد خد خد، تعالى هنا. انت اتجننت ولا ايه؟ رايح فين؟ طلع شقتي. مش لما يطلعوا هم الاول؟ سيبه سيبه، بدل ما يبهدلنا هنا وينيلها علينا. اسيبه ازاي؟ انت ما شفتيش الاستاذه هند رستم في فيلم بين السماء والارض جرالها ايه؟ مخلف كريمه ولا ايه يا بابا؟ ادي ادي يا كوكي، خلي بالك من ماما. اقول لك ايه، هي طالعه البرج. لا يا اخويا مش طالعه البرج، طالعه مع مطرب شعبي وفلاتي وحط ايده ياه وعبده حصل ايه عبده جرى ايه ومش عارفين اخرتها ايه. طمن يا بابا. ادي ادي يا كوكي، ذكر طالع لابوك. الحقها يا ولد الحقها. رايح فين؟ ايه ده؟ انا نسيت انك جاي معانا اصلا. كويس انك فاكره ان احنا متجوزين اصلا.
ومعانا النهارده الدكتور شوقي شوقي استشاري الامراض النفسيه والعصبيه. اهلا بيك. الحقيقه ان الناس دايما بتخاف من الطبيب النفسي بتاع بابل ان هو مجنون او ان هم هيتقال عليهم ان هم مجانين. بالعكس احب اقول لهم اهلا وسهلا في اي وقت، تعالوا زورونا. وعنوان حضرتك الجديد فين؟ طبعا يا فندم، انا عنواني الجديد بيتواتش 18 شارع الحكمه بالعجوزه. ايه ده؟ هي ناقصه؟ يعني ساب مصر كلها وجاي يسكن في عمارتنا احنا؟ فيها ايه يعني؟ اللي فيها ايه يعني؟ تقوليها كده عادي؟ انت عارفه ان انا بتوتر زياده من الدكاتره النفسيين، الواحد بيبقى رايح لهم زي الفل، يخرج من عندهم عنده امراض الدنيا كلها. وانت خايف من ايه؟ هو انت بتكلم نفسك؟ نعم يا اختي بكلم نفسي؟ ده انا بكلم نفسي وبرد عليها وساعات ما بصدقهاش كمان. غيري المحطه دي والنبي. والنبي، والنبي غيريها. والنبي. ايه ده يا ستي؟ غيري غيري بقى والنبي غيري. سامي يدري ان فرحته لن تكتمل. بقول لك اوعي ايدك اللي كلها امراض نفسيه دي. ايه ده؟ هو محي اسماعيل كان بايت في مزبيره ولا ايه؟ اصل اللي بيخاف من عفريت بيطلع له كده. لا لا يا حلو، لا اجي اقول لك تقول لي لا، اجي اعيد لك تقول لي لا، دول خبطتين في الراس بتوجع. لا 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 يا حلو. لا حبيبي هنتجوز امتى بقى؟ اتجوز ايه؟ اوعي تجيب سيره الموضوع ده تاني، الجواز ده جريمه. جريمه؟ امال ايه؟ هو لو ما كانش جريمه كانوا جابوا له 2 شهود. تصور عندك حق؟ امال ايه؟ ارقصي انت. طب اجي اقول لك تقول لي لا، طب اجي اعيد لك تقول لي لا. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتتخانقي وانت نايمه؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ هو ايه اللي ايه في ايه؟ انا مندهش بصراحه، انا مش عارف انت ازاي بتحطي دماغك تنامي كده على طول في الدوشه اللي شغاله دي. بقى انت عارف ان انا ما بعرفش انام غير في الدوشه. لا انت تشوفي دكتور يا ماما يعالجك من الحاله دي احسن. يا عم روح شوف دكتور يعالجك انت الاول بلا نيله. انا مش فاهم ايه نومه بروسلي اللي بتناميها دي. روحي يا شيخه الهي تنامي، ما تقومي يا رب. ايوه جاي. اهلا، مساء الخير يا استاذ عامر. اهلا وسهلا. اوعى ايدك دي، استاذ عامر ايه ونيله ايه؟ ايه يا استاذ ليسي اللي انت عامله ده؟ حرام عليك يا اخي، مش عارفين ننام في بيوتنا. ونعمل لك ايه يعني؟ اعمل لك رضا يعني ولا احكي لك حدوته قبل النوم؟ طبعا، ما انت رجعتونا الايام 5 باب. لا وحياتك 5 لا لا، الموضوع ده ما يتسكتش عليه ابدا عشان تبقى فاهم. انا هنزل ابلغ بوليس النجدة. بوليس؟ بوليس ايه؟ انت ما تعرفنيش بقى. طب عشان خاطري. استنى بص ايه ده بس عشان خاطري. هي ما ينفعش. مفيش يعني هداوه ترقص كده بالراحه من غير ما تزيد. مفيش الكلام ده. انتوا بتسقفوا كانكم بتسقفوا اللي هو ايه كده يعني. لا ده انت باين عليك مجنون بقى. لا انا هقلعلك البنطلون. ايه ده بقى؟ لا 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 انت بتقلعني. لا لا ما يصحش كده يا استاذ ياسر. والله العظيم ما ينفعش. ارقص انت قال لك. خلاص هو قال لك ارقصي. ترقصي انا همشي. انا ماليش دعوه. يلا امشي. وكده لا لا يا حلو. لا كده لا لا مالكش حق. والله ما كان له لازمة كل التبرج ده. أنا على رأي الشاعر، لما هذا التبرج والزينة وأنا غريب؟ ده أنا صاحب بيت. ما أنا لازم أديك حقوقك الزوجية على أكمل وجه، ولا عايز الملايكة تبتل عني لحد الصبح يا حبيبي؟ بعد الشر عليك من اللعنة. ربنا يبارك فيك يا تقى. طب إيه؟ مش يلا؟ هتفضل باصص لي كده كتير؟ بتأمل قدرة ربنا على صنع الجمال. شوفي أنا أبشرك هذه الليلة بزلزال. قومي اتوضي يا تقى. أنا صحيح بحبك إنما أحب ربي أكثر. انت قاعد تتامل فيا ولا كاننا لسه متجوزين؟ ده احنا بقالنا 5 سنين يا راجل. قرفتني، استغفر الله العظيم. انت متضايقه ليه؟ الزلزال سوف يحدث
هيؤجل بس شوية. ايه ده؟ والنور مقطوع ولا ايه؟ على فكرة واضح ان انت مش عارفة انت عايزة ايه بالظبط، لان شموع و مش دونت ميكس خالص يعني بصراحة. وبعدين انا مش في الموت. وانا ماليش دعوة. الليلة يا عامر. الليلة؟ اه طيب ماشي، بس يعني انت ونصيبك بقى. يعني انا قلتلك اه. شموع ها؟ يا الله يا ساتر يا رب. في ايه؟ يا ساتر يا رب. في ايه؟ الغراب بياوي. عندك حق، هو رغاي شوية بس احنا مالنا. بياوي؟ لا استنى، انا بتشائم اما بياوي. اما بياوي كتير كده يبقى في راجل هيموت من عيلتنا. وفي في عيلتكم راجل غيري؟ يبقى انا اللي هموت. خلاص خلاص ما تحطش في دماغك، يلا بينا. وايه اللي يلا؟ ايه اللي يلا وعماله تعملي لي كده؟ ايه اللي يلا؟ انا مش فاهم. انا بقول لك هموت يا شيخه. طب يلا قبل ما تموت. هو ايه اللي يلا قبل ما تموت؟ هو انت مفيش دم خالص؟ انا مش عايزه اموت اصلا. طب خلاص نام اتخنق. انام ازاي وانا هموت؟ يبقى انا اللي هنام. يا ساتر يا رب يا ساتر. طول عمرها تختار الوقت الغلط. 100 مره اقول لك يا حبيبتي الحاجات دي محتاجه بال رايق. وهو هيروق امتى؟ يروق وقت ما يروق بقى، ما هو مش زرار هو. وانا مش جماد وانا مش حيوان. طب نام اتخنق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا مازن، ايه الاخبار؟ اخبار السوق ايه؟ السوق حلو بس يا رب ما يقلب. لا ان شاء الله مش هيقلب. في حد سال عليا؟ في عميل جديد مستني حضرتك اسمه الهلباوي. الهلباوي؟ طب روح انت. صباح الخير. ايه يا بنتي ده؟ هو انا كل ما اجي لكم تواكليني تونه؟ في الصفور يا تيتا. في الصفور يا تيتا؟ ده انا اتهريت في الصفور عندكم لما قربت انور. يا ماما انت عارفه يا عامر من ساعه موضوع الفنازه الطيور ما بقاش يدخل ولا لحمه ولا فراخ البيت. وانا ذنبي ايه يا اختي في طبع جوزك انه ما بيحبش الفراخ؟ ذنبي انا ايه؟ طب اجيب لك انشوجه؟ بت ما تفقعيش مرات يا بت، قلت لك مش واكله. طب انا هخش انام انا لحد ما ضيفك يمشوا. ضيوفك يمشوا؟ ضربه في تقل دمك اختي. تقوليش فوله واتقسمت اتنين زي ابوه بالظبط. اهلا 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 يا فندم. فرصه سعيده. اهلا بحضرتك دكتور شوقي. شوقي يا فندم تحت امرك. انا جارك في الشقه دي العياده بتاعتي. اي وقت يا فندم انا تحت امرك. انا دكتوراه في الامراض النفسيه والعصبيه. عارف انا ملاحظ ان حضرتك طالع على السلم. انت عندك فوبيا؟ مش عارف. اه يبقى عندك فوبيا. يا عم لا فوبيا ولا لوبيا، سيبني في حالي ابوس ايدك. طيب شوف لو حسيت في اي وقت بقلق او اكتئاب او شيزوفرينيا او بارانويا يا ريت تشرفني دكتور شوقي. شوقي شرف انه يخدمك يا فندم. فرصه سعيده يا فندم، فرصه سعيده. اتفضل اتفضل اتفضل. ريحه سجاير ولا ايه؟ انا مش قلت 100 مره مفيش حد يشرب سجاير في البيت ده؟ ليه يا الدلعه دي؟ قاعدين في بنزينه ولا في بنزينه؟ لا قاعدين في بيت محترم، بيت محترم وله عادات وتقاليد. عادات وتقاليد من غير لا سجاير ولا فراخ ولا لحمه. كليهم بره يا اختي. عامر اتكلم مع ماما كويس. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مش دي برضه شقه الاستاذ جهاد؟ لا يا اخويا شقه الاستاذ جهاد فوق يا حيوان. انت هتغلط فيها ليه؟ ايوه اغلط فيك فيها ايه يعني؟ اغلط فيك عادي. انا شكلي اتحايل يا راجل. انت احترم نفسك. احترم نفسك. وادي الخروجه اهو. لا 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 الفراخ. لا بلاش الفراخ بلاش الفراخ. خلاص طلعت من الاسايه. وانا كل ما اكلم حد يقلع لي ولا ايه؟ لا الفراخ لا والنبي والنبي الفراخ لا الفراخ لا. ولا يا حد لا. انت بتقلع على جوزي هات يا ابن المعسكه. ودي على بنت كمان. انا كمان. انا الحقوني الحقوني تيجي بوش. فين يا ابني الدجاج؟ انت فين يا جهاد؟ انا هنا يا عامر. الحقني بسرعه يا ساتر. السلام عليكم ورحمه الله.
يا سيدي خش يا سيدي، تعالى خش الفراخ بتاعتك دي عني والنبي. الله. ايه ده انت بتعمل ايه؟ بلاغيهم بلغتهم زي ما تقول كده، برنلهم. يا عم خلصني يا عم وخذهم من هنا والنبي والنبي. ما بيردوش. ربنا يستر وما نلاقيش خنزير دخل علينا دلوقتي. ما فرقتش كتير، كامل ابن خالتك. اسمي كامل، كامل الاوصاف. اسمي مركب. اه بس ده مركب غلط على فكره، مش موضوعنا. بنت خالتي حبيبي طارق ابن خالتك من جوه. ازيك يا كامل؟ عامل ايه؟ ايه بقى؟ ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبي؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انا مش منبه عليكي 100 مره ما تخليش الواد ده يبوس مياده ابدا؟ وفيها ايه؟ وهو غريب، ده ابن خالتها ومتربيين سوا. ده انا حتى كنت بحميهم مع بعض وهم صغيرين. نعم يا اختي. عامل انت تخرسي خالص، تخرسي اللي بتستحمي مع اي حد. كنت صغيره. ايه صغيرين يعني؟ مبرر ده يعني انك تستحمي مع اي حد؟ بقول لك ايه، عشان انا جبت اخري خلاص، انا هنزل اصطاد لغايه ما ضيوفك يمشوا. ضيوف؟ ايه ضيوف دي يا خالتي؟ اه ضيوف، ضيوف اخويا. والله العظيم انتوا ضيوف. وعلى فكره بقى، يا بخت من زار وخفف. ها طب ما صور لك المنظر البديع ده على موبايلك يا شيخ جهاد وتقعد تتفرج عليه براحتك، طالما بقالك 5 سنين قاعد القعده دي وما اصطدتش سردينه واحده. وبعدين انت فين السناره بتاعتك؟ هو لازم؟ اه طبعا لازم. لو انت متخيل يعني ان انت ممكن تغمز للسمك يروح طالع لك لوحده كده على طول، لازم سناره طبعا. لا اصل انا موضوع صيد بالنسبه لي حاجه ثانيه، بيعلمني الصبر. بس الصبر لوحده مش هينفع، لازم سناره. بس هو انت مالك يا عامر اللي من دول؟ انا مستغربك. اصل انا متخانق مع مراتي. 2 ما تزعلهمش، امك اللي جابتك للدنيا وزوجتك اللي هتخرجك منها. والله العظيم انت مشكله يا شيخ جهاز. اه العشاء، العشاء وجبت. قوم يلا صلي معايا في المسجد. لا لا، انا ممكن اصلي معاك في اي حته، انما في المسجد استحاله. انا ما بحبش الاختلاط والنفس والزحمه، لا يمكن. اه طيب صلي في اخر صف مع العيال الصغيره. ريحه الشرابات بتموتني. وبعدين يا عامر يا اخي، ما تحرمنيش ثوابك. يعني انت تاخد الثواب وانا الشرابات تعميني؟ يا عامر صلي قبل ما يصلوا عليك. مالك بتقولها لي وانت مبتسم قوي كده؟ صلي قبل ما يصلوا عليك. حقيقة انا مش هروح اصلي انا في المسجد، انا هصلي مكاني هنا. صلي انت براحتك. انت حر، اسيبك براحتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادعي لنا يا شيخ جهاد. ان شاء الله. يا شيخ جهاد خدني معاك اخد ثواب الجماعة. يا شيخ جهاد. متوضي؟ لا الميضة كده، روح اتوضى. ادخل. ادخل ايه يعني؟ ازاي انت في مكتبك ولا ايه؟ يا سيدي دعابة، دعابة يا سيدي. خش في الموضوع يا حاج، الصلاة هتخلص. هما هيقيموا الصلاة امتى؟ دقائق حالا. وراك حاجة ولا ايه؟ لا ما ورايش حاجة، بس انت عارف الزحمة بتعمل لي توتر، وفي واحد قاعد ورا عطس مرتين. قلت له يرحمكم الله؟ لا هو بعيد. عطس برضو. عارف يا عامر، الشيطان لما قال لربنا في كتابه العزيز بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، كان يقصد مين بعباده المخلصين؟ مين؟
اللي الشيطان ما يقدرش يجي ناحيتهم، اللي بيصلوا يقضوا فريضة بحب وخشوع، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مش عارفه اقول لك ايه. ما انا بتقولي لي خش كلك لقمه. نعم يا اخويا. معلش محصور محصور. اتفضل اتفضل خش يا ابو. كتكنيله. ايه ده؟ انت لحقت؟ يخرب بيتك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. صعليك يا ميادة، ايه الريحة دي؟ والله ما انا. ايه اللي والله ما انا؟ ما هو مفيش غيرك هيبقى. ايه ده؟ ايه ده؟ بيعمل ايه هنا ده؟ والله انا كنت بعمل زي الناس والله، وربنا كنت بعمل زي الناس. معلش، هي الناس كلها بتيجي تعمل كده هنا؟ اصل ما 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 انت هتمقمقلي، انت هتمقمقلي. صعليك يا ميادة، استنيتيش بالي لما يروق. والله انت فاهم غلط، انت تخرصي خالص. طبعا في الظروف اللي زي دي المفروض ان انا اضربكم بالنار انتوا الاثنين، لكن للاسف المسدس جوه وانا مش هودي نفسي في داهيه عشانكم وادخل السجن وادمر حياتي. يعني العقل يا حبيبي. استخدم حكمه قالها لي ابويا زمان، ان اي واحده في الدنيا اللي يربطك بيها حته ورقه روحي وانت طالق. ايه؟ يلا ارجعي للحواري اللي جبتك منها بره. مش انت يا كلب. انت مزعله نفسك ليه دلوقتي؟ امال لو ما كانش مجنون يا ماما عامر. طيب بس الوسوسه اللي فيه دي هي اللي مخليه عصبي كده. خلاص يا حبيبتي سيبك منه وتعالي هنا عيشي متنعمه متدلعه في بيت ابوكي. ازيك يا كامل؟ منوره يا بنت خالتي. من غير بوس. من غير بوس قدام عامر على طول. قدام عامر لكن ورا لا. طيب تعالي تعالي كل الحمام والفراخ واللحمه اللي جوزك حرمك منه. مليش نفسها كامل كده بنت خالتي كده. أمرنا يا هلباوي بيه. اتفضل يا ابني، دي أوامر بيع وشراء على بياض، انت حر فيها. ما تأخذنيش يا ابني، انا شايفك موسوس شوية، والموسوس عمره ما هيبقى تاجر، وانت عشان تعوضني خسارتي لازم تبقى تاجر. التاجر اللي ملوش قلب ملوش رزق. ما تقلقش ما تقلقش يا هلباوي بيه، طالما عندك نية السداد يبقى هتسد ان شاء الله. والله انا شراييني كلها انسدت، وفضل لي شريان واحد هو اللي انا عايش بيه. لا هنسده ان شاء الله. بهزر معاك، انا قصدي يعني ان احنا هنسد كل اللي عليك يا حبيبي. يا عامر، رغم اني زعلانه منك عشان بتشك فيا، رغم ان انت صعبان عليا، هتفضل حبيبي وابو ابني، ومش هنسى ايام الحلوة مع بعض. فاكر يوم فرحنا يا عامر؟ قعدت شهر تدور على بدلة مقاسك وفي الاخر فصلت، بس كنت عريس زي القمر. هاتولي فتح عليها مزاد، هاتولي ريشه.
مازن، انا بعت لك على الميل عايزك تنفذ العمليات دي للهلباوي بيه كلها. طب ما نصبر شويه يا استاذ عامر، السوق شكله هيقلب. ما يقلب ولا يتنيل، اللي ملوش قلب ملوش رزق. يلا ماشي. يا بنت الايام يا ده، وحشتيني يا كلبه. استاذ عامر، استاذ عامر كامل الكلب. يا مازن في ايه؟ اشترينا 400,000 سهم على 32.97. ايوه كده، هو ده اللي ملوش قلب ملوش رزق. رزق ايه؟ ده الراجل كده اتخرب بيته. ليه؟ السوق قلب، الراجل كده خسر كل فلوسه. يا نهار اسود ومنيل، ده الراجل كان مسلم لنفسه. الراجل ده عيان وعنده القلب، ده ممكن يموت فيها. والله ده حل كويس يا مازن، انا شايف انه يموت احسن، احسن ما يعيش ويجي هنا ويتخانق معايا. طب لو ما ماتش؟ لا لو ما ماتش بقى نحاول نعوضه خسارته. بس الخساره كبيره قوي يا استاذ عامر. انا مالي بقى؟ الله، مش هو اللي قاعد يقول اللي ملوش قلب ملوش رزق؟ يلبس بقى. ده ايه الهدوء الجميل ده؟ اخيرا هقعد لوحدي بقى. ده انا هنام على السرير بالغرض، ولا حد يجي جنبي بقى، ولا بنيات في وشي، ولا نايم، ولا كلام فاضي. ده انا نسيت ان انا بخاف انام لوحدي. طب والعمل ده بقى؟ ايوه كده، منك لله يابا. يا ريتني ما سمعت نصايحك. انا لسه شفت حاجه، ده لسه السلعوه هتطلع لي دلوقتي. النورجي، 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 النورجي. ياك سلعوه ولا ايه؟ انت تاني؟ مش كفايه دمرت لي حياتي؟ معلش بس خش الحمام. يا اخي ما تخش حمام بيتكم يا اخي. اخلص يا عم الرغاي ده، خلي الحمام. خش بس بسرعه، وخد بالك ده حمام بيت مش مراحيض عامه. على فكره اوعى ايدك دي ما تقربليش دلوقتي. ادي النيله. على فكره انت ظلمت مياده. مياده ست محترمه فعلا، عندك حق، وغلبانه عندك حق، وزي القمر وزي العسل. تحب اخطبها لك؟ مش قصدي، احنا قد المدام. ايه؟ قصدي المهم. بقول لك يا استاذ ليسي، ما تيجي تنام معايا؟ لا لا يا عم حرام. حرام ايه يا عم؟ هو معقوله يكون نفسي حلوه للدرجه دي؟ يعني انا بقول لك تعالى نام معايا عشان انا بخاف انام لوحدي. معلش انا ما بعرفش انام الا على سريري. معلش انا لا لا معلش معلش عشان خاطري بس، يعني تعالى نام معايا مش هتخسر حاجه. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي تنام معايا انت؟ لا انا ما بعرفش انام الا على سريري. لا يا جدع بس سيبك من الكلام الفاضي ده، تعالى معايا بس. يا راجل انت بس تعالى نام معايا، ما تبقاش غلس بقى. لا يا عم مش هينفع. ولا خش يا جوه، خش ياض جوه. ما تردي بقى ميادة. لو ميادة الحناوي كانت ردت. نام انت ومالكش دعوة. هي الريحة دي مش في الحمام بس، في أي حتة كده. يا سلام. بسم الله. أنا عايزك تتعلم. ماشي. ها ها الله 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 الله. ايه ده؟ جلا. هو ده الصبر اللي انا قلت لك عليه. ماشي ماشي، حاول ثانيه. يلا. ها بسم الله. الله الله. ها لا لا، المره دي امسكني، ده هتشدني. انا همسكك، انا همسكك برضه. جلا. طب مش يمكن اللي انت بتعملها دي بتضايق السمك ولا حاجه؟
لا ابدا، السناره دي بايظه. سناره ايه اللي بايظه يا شيخ جهاد؟ انت اصلا بتعرف تصطاد؟ لا لا، ما اعرفش ولا ايه؟ ايه، انا عضو عامل في نادي الصيد. انت ما تهزرش بقى، ما تهزرش، لان انت لغايه دلوقتي ما افدتنيش في موضوعي اصلا. اقول لك ايه بس يا اخي، ان بعض الظن اسمه، ومعلش واضح ان الشيطان ضحك عليك. ايوه صح. طب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ لازم ولا بد تردها. يا ريت اردها، على الاقل هعرف انام. نعم، ما هو بيني وبينك يعني انا ما بعرفش انام لوحدي. طيب اهو يا اخي، حتى ده يبقى هو الكونسبت. الايه؟ الكونسبت. الكونسبت. طيب عشان الكونسبت اللي انت بتقول عليه ده اردها ازاي بقى؟ دي زوجتك يا اخي. اه، هتدخل عليها وتقول لها السلام عليكم، وهي باذن الله مش هتكذب خبر، هتقول لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بس والموضوع ينتهي. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله الله، يا عامر يا عامر تعالى شد معايا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام لله على فكرة. طب السلام عليكم. انت لو نايم في دريم بارك مش هتنام بالطريقه دي. انت ما نمتش ليه لغايه دلوقتي يا عم عامر؟ يا عم عامر، انا راجل مطرب شعبي، بنام بالنهار وبصحى بالليل، قعدتي جنبك دي مبوظه لي اربع افراح. اقعد ارغي كده انت لغايه ما تزهقني منك. يا سلام، ده انا نفسي ارغي عشان اروح شقتي. يعني انت تخرب بيتي وعايز ترجع شقتك؟ يعني اروح ابيع الشقه؟ ترى عامله ايه دلوقتي يا مياده؟ يا دي النيله على مياده واللي نبني منها، مش هي قاعده عند امها؟ اه، ما تخافش. ما اخافش ازاي؟ ابن خالتها الرزل عايش معاهم. وايه يعني اللي هيحصل؟ مياده مش جماد يا ليسي، وانا بصراحه يعني كان بقالي فتره كده بالي مش رايق. طب بقى نام يا عم الفيلسوف، واوعى بالك يروق عليا وانا نايم. يا دي النيله السوداء. ما ينفعش يا كامل تخش عليا الاوضه من غير ما تخبط. بس انا مش غريب يا مياده، والله ما غريب. لا غريب، واتفضل بقى. يلا الله برضو. بس بقى بس بقى، ايه كمية الخوف اللي عندك دي يا اخي؟ هو انا ناقص؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انت مين؟ اسمي دنيا. وهي دنيا الوقفة الغريبة اللي انت واقفاها دي وفتحت العربية ودخلت على طول، وبعدين شكلك كده ولسانك ملووق كده، مش فاهم ليه؟ انا ابويا من شبرا وامي روسية. اه، ودول اتعرفوا على بعض في ماستر؟ وبعدين لما انت يعني امك روسية جاية مصر تعملي ايه؟ نفسي اروس. نفسك ترقصي؟ لا، يبقى انت كده واقفة صح، ما تقلقيش، بس للأسف ركبتي مع الانسان الغلط. على العموم يعني فرصة سعيدة يا دنيا، انا اسمي عامر. دايما عامر يا اخويا. عندك شقة؟ قولي تيجي معايا شقتي. لا كده انا فهمت، انا اللي غبي. كده انا فهمت طبعا، حضرتك فتاة ليل؟ ليل ونهار يعني 24 ساعة يعني، ما شاء الله. لا قدها وقدود بصراحة يعني. بصي بقى، انا مش هخبي عليكي بصراحة، انا طول عمري كان نفسي اجرب الحكاية دي بعيدا عن ميادة مراتي، بس من ساعة ما شفت فيلم الحب في طابة وانا بخاف اعمل الحكاية دي بره. مش فاهمة حضرتك. نظيفة؟ كلين؟ يو ار كلين؟ نعم نعم يا اخويا، انا انضف من سيني.
ايوه يعني ليكي تجارب قبل كده؟ تجارب الدشاها راسك وكل الجنسيات. كل الجنسيات؟ ده احنا كده دخلنا في ايدز رسمي. الله يخرب بيت امك، انت بيتها بتتهديش، انت مش قلت لي انك هتتوبي مش هتركبي عربيات تاني؟ نفسي اتوب بس اللي في قلبي في قلب. يا اخي سيبها براحتها، خليها براحتها، على الاقل لما تتوب تتوب عن اقتناع. نعم يا حبيبي، انت كمان لك عين تتكلم، ده انت هيطلع عينك. الله الله الله، انت تقلع ليه دلوقتي؟ هو انا كل ما حد يشوفني يقلع لي؟ انتوا فاكريني صفي نار ولا ايه؟ انزلي يا عم بالراحه، يا عم عايز لا 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 لو سمحت لو سمحت لا لا. وانت متاكد يا شيخ جهاد ان النيل هنا فيه سمك؟ مش مهم، انا اهم حاجه بالنسبه لي ان الاقي الفرده الثانيه من الشبشب ده. انت فظيع والله. ممكن اسالك سؤال يا شيخ جهاد؟ اتفضل. هو انت متجوز بقالك كام سنه؟ 5 سنوات في عيد العدو، والحمد لله ربنا رزقني الزوجه الصالحه. اسمها ايه؟ هي مين؟ زوجتك. انت اتجننت ولا ايه؟ ايه؟ ايه يا عامر؟ في ايه؟ فضل خد بالك من كلامك. انا هقول اسم زوجتي برضو، بصوتها عوره، اقول اسمها عادي يعني؟ مفيش عادي ازاي يا اخي؟ ما كانش عشان زعل انا، عشان زعل تقى. تقى مين؟ زوجتي. ينفع تقول اسمها؟ شفت انت شفتي؟ شفت انت وقعتني في الغلط ازاي؟ شفت شفت انت شفت. انسى انسى الاسم من فضلك دلوقتي. معلش انا عايز اسالك سؤال طفيف يعني. اخلص. لما بتيجي تعمل العلاقه الحميمه مع الحاجه تقع، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا بسالك سؤال عادي. سؤال عادي ازاي؟ انت عايزني اخرج عوره بيتي لحضرتك؟ انت عندك حق عامر. انا اسف. لا ايه كلامك من فضلك. انا اسف، بلاش الحاجه تقع، خلينا في الحاجه سوسو. في حاجه في الدنيا اسمها سوسو يا اخي؟ واحده كده يعني عرفتها وقضيت معاها وقت يعني؟ انا لا يمكن اعمل ده في الحرام. كانك ضربت ورقه عرفي. لابد من الإشهار يا أخي. العمارة كلها عرفت. خلصني، بتعمل إيه؟ أنا الطبيعي بتاعي وقت مباراة كرة قدم بس تكون مباراة كؤوس ويكون فيها إكسترا تايم وضربات ترجيح. معقولة؟ أيوة، أنا فعلا اليومين دول تعبان مش في حالتي، ثم أنا كبرت. كل ده وتعبان يا راجل؟ ده بسم الله ما شاء الله عليك، ده أنت بطل من الأبطال. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده غير ان الحاجة سوسو بتاعتك دي هتخرج وهي محمولة في عربية الاسعاف. ليه هي سوسو بلعت لسانها ولا ايه؟ وبعدها لك باخد وبدي معاك في الكلام يعني. طيب طالما فتحت السيرة الزفت دي، انت اخبارك ايه؟ انا؟ اه، هي المباراة اللي انت كنت بتتكلم عليها دي يعني فيها وقت ضايع؟ دي اه. انت اخيرا افتكرت ان في واحد بينك وبينه عيش وملح. انا كنت جاي اخد شويه هدوم ومشي. وانا اللي افتكرتك عائلتي عشان ما تعقل انت الاول. بعدين ايه اللي في وشك ده؟ ها؟ لا ده شويه برد يعني، ما تشغليش بالك. برد احسن. اس اس السلام عليكم. طب يا رب اموت بقى لو ما رضيتيش عليا المره دي. اس اس السلام عليكم. عيادة لآخر مرة هقولها لك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. أيوة كده. أوعي بقى البتاعة دي شوية. بعد السلام يحلى الكلام نسهر ندوب حب وغرام. يلا بينا يلا. بتضحك على ايه؟ مقصودش يعني. لا احنا كده الحياه بينا بقت مستحيله على فكره. في يا عامر؟ على فكره الحاجات دي عادي يعني، اللي عندك ده من التوتر. لا مش انا اللي اتقال الكلام ده. الكلام ده ما يتقاليش انا ابدا. كلام ايه يا حبيبي؟ انا مراتك وام ابنك. اه، وضل راجل ولا ضل حيطه وحسك في الدنيا يا بركه. الكلام ده مش عايز اسمعه تاني. على فكره انت مجنون. وانت طالق. احي وانا لحقت. اهدى، شوف لك السرفه في ام الباب ده بقى.
انت جيتي يا اختي؟ بقول لك ايه، ما تبقي يا اختي سيبي شنطتك هنا بدل ما انت رايحه وجايه بيها كده عامله زي البسطاجي. ماما سيبيني في حالي ونبي. سبتك يا اختي انت اللي عامله في حالك كده. هما 3 شهور روح للمأذون وهحط لك الكائن ده في عليا. كامل قلت لك 100 مره اوعى تجيب سيره الموضوع ده تاني. انا ست متجوزه وبحب جوزي. كنت يا اختي، دلوقتي بقيتي متطلقه والطلقه الثانيه فاضل لك طلقه وتبقي محتاجه لمحلل. وانا المحلل يا خدعه. اسمعي بس، هو انت كل همك كده وبس يا راجل؟ حس بيا، انا نفسي اخلف، نفسي ابقى ام يا جهاد. تاني موضوع الخلفه تقع. لا اله الا الله. طب وانا بعمل ايه؟ ما انا باخد الدواء يا بنت الحلال بس لسه ربنا ما اذنش. وانا خلاص صبري نفد. طب تعالي بس ربنا يهديكي. ابعد عني. اسمعي الكلام بس وتعالي. طب اسمعي بقى، الزوجة التي تنام دون أن ترضي زوجها تلعنها الملائكة حتى تصحى. وأنا يا سيدي عايزاها تلعن، عايزاها تلعن. لا إله إلا الله، هي عينه صابتني. زمانك في الإكسترا تايم يا جهاد. عيني عليا، بقالي سنين مستني الهدف الذهبي. انت نايم ولا بتعوم ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه بصراحه. الظاهر ان ملناش نصيب فيك. روح لاخوك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانت لسه بتصطاد يا اخ جهاد؟ السؤال ما يبقاش كده. ما يبقى ازاي؟ قول لي انت لسه صابر يا اخ جهاد؟ والله بقى بصراحة انا نفسي في شوية صبر من اللي عندك. لا اله الا الله، انت هتحسدني على صبري كمان يا عامر؟ لا والله انا ما بحسدكش ولا حاجة، ربنا يكملك بصبرك يا سيدي. امين يا رب. اللي قول لي انت، طمني، صالحت زوجتك؟ لسه. بعدها لك. شوف عامر، انت محتاج وقفة مع النفس وتعيد اوراقك من جديد. بس قبل ده كله اطلع عمرة. لا مش هينفع، لان الطيارة ممكن تقع بيا. اطلع مركب. ما هي المركب ممكن تغرق وتطلع تايتانيك في الاخر. اطلع باوتوبيس. ما الاوتوبيس ممكن يتقلب بيا واموت برضو. اطلع نام. ايه؟ اطلع نام وريحني. طب هو انا ممكن اطلب منك طلب اخوي؟ طبعا امرني. ممكن تروح تجيب ميادة مراتي وتصالحني عليها؟ انا مفيش احسن منك يعمل المهمة دي. ايوه بس هجيبها لك بري ولا بحري ولا حاضر. وانا ممكن افهم بقى انتوا ايه اللي خلاكم تجيبوها؟ نعم يا حبيبي. خليها عليك يا اخ عامر، عايزين ننام في بيوتنا، خلصونا. سمي الله كده وابدا صفحه جديده يا اخي. ما كانش عشانكم يبقى عشان ولدك. بابا مش عارف ايش من غيرك. توحشتني يا واد يا كوكو. يا عامر الحقيقه زوجتك بمجرد ما رحنا لها ما كدبتش خبر ونزلت اشترت تورته يوم ميلادك مخصوص، مع انها بدعه بس يلا انا موافق. كل سنه وانت طيب يا عامر. كل سنه وانت طيب يا حبيبتي. بمناسبه اللحظه الجميله بقى نحتفل. اتاخرت عليها كتير انت. هابي بيرثداي تو يو. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي بقت تشا تشا تشا. عامر عمرتي. بصي بقى، احنا فاضل لنا طلقة واحدة بس. وانتي قبل كده قلتيلي ان انتي مش جماد، وانا بصراحة يعني
في الوقت الحالي محتاج اللي اخد بايدي. عامر انت جوزي حبيبي، يعني الحاجات دي ما تحطهاش في دماغك، يعني مره تبقى جيد، مره جيد جدا، مره ممتاز، مره ممتاز جدا. ما تكسفنيش بقى يا بياده، لان انا جايب مقبول بالعافيه. بص يا حبيبي، هو ميسي بيفضل على الحلو؟ بيتهيألي المقارنه ظالمه لميسي شويه، لان انا بصراحه حاسس ان انا مش في فورمتي اليومين دول، وضاعت مني حساسيه المباريات. طب خد اشرب النعناع ده وانت هتبقى كويس. نعناع؟ بعد كل اللي قلته لك ده تديني نعناع؟ ايش تشتكي بعد كده؟ اشرب. ايش تلوميني بعد كده؟ يا بختك بفورمتك يا ليسي. ايه اللي حصل؟ انا مش انا. هو فعلا انت مش انت. ما انت ايه طيب؟ لا يا اخويا انا زي ما انا. اكيد المنيل ده هو اللي حسدني. منه لله. بنتي انت وانا انا. طب ايه اللي حصل؟ مش عرفني في ليلتك دي. بقول لك ايه؟ قومي ارقصي، قومي. انا اشوف اخرتها ايه؟ اتفضل. انا 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 مش عارفني. انا توت بني. انا مش انا. انا مش عارفني. انا توت مني. انا مش انا. ايه مالك؟ في ايه؟ دماغي منمله قوي. يا نهار اسود. يا نهار اسود ايه بس؟ وانا بقول لك دماغي هتنفجر. بقول لك دماغي منمله. ما التنميل ده حاجه مش كويسه. ممكن يبقى مرض خطير ولا ايه؟ لا هتكون محسود يعني. طب ابوس ايدك اتصرفي بسرعه. اتصرفي، ده انا دماغي منمله قوي. طب تعالى طيب نروح المستشفى، لو تكون حاجه خطيره. لا مستشفى لا، انا بخاف من المستشفيات قوي. طب خلاص موت بقى. لا ما انا بخاف من الموت برضه. ايوه يا اخويا اكدها. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت عايزين دكتور مخ واعصاب. مخ بس. نعم بسرعه لو سمحت. انا عايز اروح. ايه ده يا عامر؟ احنا عندنا 3 دكاتره، دكتور محمد محمود، دكتور طلعت حرب، ودكتور سيمون بوليفار. تحبوا اي دكتور فيهم؟ اي واحد فيهم ما يكونش عنده مظاهرات. اتفضلوا استريحوا هنا 5 دقائق، دكتور سيمون بوليفار هيكون جاهز حالا. شكرا. بس سيبه بس حبيبي. ايه ده يا عمرو؟ بطل توتر يا بابا. ايه ده؟ بس يا بابا. هو انا اخلص من رجلك اخش على ايدك؟ طب ها؟ اجيب لك ايد تالتة منين انا دلوقتي؟ انا هادي. انت كده هادي؟ انا هادي جدا. اتفضلوا من هنا، دكتور سيمون بوليفار جاهز. شوفي كده حاجه وقعت هنا. ايه دي يا فن البتاع؟ ما انت ما شفتش ايه؟ ايوه قول لنا انت بتدور على ايه عشان نساعدك وندور عليك. انت شفت ايه؟ هي ايه طيب؟ ما هي ما ايه اللي إيه؟ ما هي على طول بتقع مني. مش عارف. مش مهم هتيجي هنلاقيها. انا دايما كده بيضيع مني دي هي بالذات. مالك؟ هو مالك؟ يلا بينا ده عبيط. يلا شطر. يلا بقول لك يا اخ اسمك ايه؟ اهدى كده. امال الله يعني انت جايين في ايه؟ مالك؟ والله يا دكتور يعني بحس بتنميل غريب كده بيجي لي في راسي وانا نايم. يا ساتر اللي انت قلته ده حقيقي؟ ايه يا دكتور؟ لا بجد. لا ايه ده؟ حاجه خطيره جدا. خطيره للاسف. ايوه يعني انا هموت ولا ايه؟ هتموت. ايه؟ هتموت. مش عايز اموت. انا مش عايز اموت. يعني مش عايز تموت؟ امال عايز ايه؟ عايزك تشوف لي حل. وانا مش جاي لك عشان تقول لي ان انا هموت يعني. ده يعني احسن من اللي ماتوا قبلك؟ ده انا ماما الله يرحمها ماتت من اسبوعين، وماما كانت حلوه وماتت. ايوه انا مالي ومال امك؟ سوري انا قصدي انا مالي ومال مامه حضرتك يعني. وبعدين مامه حضرتك اكيد ست مسنه وكبيره، انما انا لسه صغير. بالراحه يا دكتور، بس على الراجل لسه شباب. يعني ايه لسه شباب؟ انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في حاجه عاديه خالص. يا هاني خديها قاعده في حياتك، الموت ملوش علاقه بالسن. اي حد ممكن يموت. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اموت عادي؟ كله هيتحل. انت من حكايه انك هتموت بس احنا دلوقتي هنطلع مع بعض اوضه الاشعه. هنعمل اشعه
بالرنين المغناطيسي على المخ. نهار اسود ومنيل، لانك رنين ومغناطيسي ومخ، الثلاثه في جمله واحده. اللي هو فيه ده متوتر مالي؟ هموت وانا قاعد هنا، مش هلحق اقعد. إيه طيب لا يا ماما يا عم ايه ده، ايه التوتر اللي انت بالراحه شويه يا دكتور على الراجل، هو طلع من الضرق؟ لا مش هيعمل حاجه، هيعمل اشعه بس على المخ. ايه ده يا عم، ايه ده يا بابا، ايه ده ايه ده يا بابا، عامل فيك في ام التوتر اللي انت فيه ده؟ حاضر. هكلبش تنزل المساجين؟ حاضر. ايه ده شويه يا بابا. اتفضلي. ايوه كده ايوه كده يا راجل، اضحك بقى، رعبتني معاك. ان شاء الله بوشك السمح ده هيطلعوا شويه برد. يا نهار اسود يا نهار اسود. ايه في ايه؟ هتموت. لا انا قلت لك قبل كده انا مش عايز اموت. يعني ايه مش عايز تموت؟ يعني انت احسن من اللي امك. لا مش امي، بابا. قوم يا عامر، قوم من هنا يا بابا، ده احنا دخلنا قرافه مش مستشفى. ابوس ايدك طمني. طمنك ايه؟ انا عندي. قول ما عندكش ايه؟ عندك التهاب في الليمبيك سيستم اللي في المخ. ايه؟ خلاص نوت علينا حق. مات؟ لا يا هاني ما ماتش ولا حاجه، هو بس بيغمن عليه شويه وبعد كده هيفوق. قوم يا حبيب قوم عشان اقول لك هتعيش قد ايه. قوم. هعيش قد ايه؟ شهرين، شهرين الا ربع. نهار اسود ده التاني. اطلع انت يا مياد. انت مش هتطلع ولا ايه؟ لا انا هتمشى مع نفسي شويه. هتمشى فين؟ الدنيا ليل، اطلع. ليل بقى ولا نهار مش فارقه يا مياد، ما انا خلاص هموت. طب على الاقل موت في فرشتك. اطلع. لا انا عايز اموت في الشارع. ما تطلع يا عم، ما تشحططش معاك. اطلع يا مياد، اطلع، ابوس ايدك، اطلعي. يلا اطلعي. هلو. مالك؟ خايف. خايف من ايه؟ من الموت. الموت. يا راجل حد يخاف من الموت؟ بص هو بيني وبينك الموت مهما كان صعب بس راحة. لو بصيت لها كويس هتلاقي ان احنا بنموت كل يوم، يبقى هنخاف من ايه؟ احنا بنموت كل يوم؟ ايوه. بص الموت نوعين، موتة صغرى وموتة كبرى. الموتة الكبرى دي ان انت بتنام ما بتحطش منطق، بتصحى على يوم الحساب على طول. الموتة الكبرى هي دي. الموتة الصغرى بقى اللي بتنامها عادي، النومة العادية بتاعتك. عشان كده الواحد لما ينام ويصحى لازم يصحى يقول الحمد لله يا رب ان انا صحيت، لانه امن الموت. يبقى احنا بنموت كل يوم ولا لا؟ بص يا عامر بيه، عارف احنا امتى بنخاف من الموت فعلا؟ يوم ما بنبتدي نكره الحياه. عشان كده انا عاوزك تعيش حياتك ما تكرههاش. انهي حياه؟ انهي حياه؟ دول هم كلهم شهرين. يعني 60 يوم، 86400 ثانيه. يا بختك. انا عاوزك من دلوقتي تعيش كل ثانيه فيهم من غير قلق ولا خوف. ايوه، اعمل كل حاجة وأي حاجة كان نفسك فيها والخوف منعك. يا عامر بيه، أنا عاوزك من دلوقتي تفكر نفسك دايما بحاجة مهمة قوي. ابتديت دلوقتي بس. ده مجنون رسمي. أحب عمري. ابتديت دلوقتي أخاف للعمر يجري. ترارم 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 ترارم. أيوة اتوقع هي المية. اليوم الضرب وما قلت ليش من زمان؟ ليه سايبني كل ده؟ نغص عليك عشتك وفي الاخر يطلع العيب مني. كنتش عايز اجرحك، انت اهم عندي من اي حاجه تانية. ثم يا ستي الموضوع لو متشقلب والعيب عندنا وانت عرفتي كنت هتقولي لي؟ كنت هقول لك يا جد. كنت هتقولي لي يا بنت الكلاب؟ شفت بقى انا طلعت اجدع منك ازاي. يلا بقى. يلا ايه؟ بقول لك انا اجدع منك، عايز اوريلك انا قد ايه اجدع منك. الزلزال؟
في الزلزال. ماشي. ده انا هطلع اجدع منك بشكل. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. يا رب ما تكونش اتشقطت. يا رب ما تكونش اتشقطت. ايوه اهي. انت تاني؟ ما تيجي بقى. انت قلوق قوي. لا قلوق ايه، ده كان زمان. انا دلوقتي خلاص ما عادش في حاجه ابكي عليها. اركب اركب، بيتنا فل ان شاء الله. بقول لك ايه، شقتك فاضيه؟ هتفضى بعد ساعتين. تفضى بعد ساعتين؟ بعد ساعتين ليكي في السهر؟ اموت في السهر الليالي. مش انت كان نفسك ترقصي؟ يس. انا بقى هعمل معاكي واجب عمرك ما هتنسيه في حياتك. الو ليسي، انت بتغني فين يا هاد؟ يا عم يا صياد رميت شباكك فين؟ انا كل ما اصطاد يطلع لكم تعبين. بحر لا وغدار والخطوه في فدان، ونزلهم في ساعه شوق قبل الاوان باوان. عمي يا صياد رميت شباكك فين؟ كل ما نصطاد يطلع ليكم تعبين. ما تقولي يا صياد طب ايه الحكاية؟ عمي يا صياد، عمي يا صياد، عمي يا صياد رميت شباكك فين؟ عمي يا صياد رميت شباكك فين؟ كل ما قصاد يطلع لكم تابين. عمي يا صياد رميت شباكك فين؟ كل ما قصاد يطلع لكم تعبين. بقول لك يا عبد سلام، عم احمد الصبك بيقول لك مطر رب 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 رب. أجيلك بقالي كم سنة، بيقولوا إنك قوي قوي وبتجرح بالقوي. قال بيقولوا إنك قوي قوي. عمي يا صياد رميت شباكك فين؟ كل ما أجي أصطاد لحنكم تعبين. إدينا دوامة، إدينا دوامة. وسل عالشط قولي بحر، قولي قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ ليه كمان غدرك وسل عالشط قولي يا بحر، قولي يا بحر، قولي يا بحر، قولي. عمي يا صياد رميت شباكك فين؟ كل ما
عباره عباره شويه عليك اديله عباره اديله عباره يا عم احمد يا عم سلام يا هتشوفي ليلة السودة الليلة دي ليلة ما شفتيهاش في موسكو بتاعتكو دي جري يرحمك سكتنا له دخل بحمار ولا ايه انت يا بنت كل يوم تخشيلي براجل خاينة انت واخدني على خب ولا ايه لا انا مش واخدك على خب انا واخدك على الشقة انا ياض مش ضربك ياض قبل كده حصل وحياة امك لا عورهولي اجري بالصورة ده شراني شراني على نفسه يا ماما هيعمل لي ايه يعني ها هيموتني ما انا ميت ميت خلاص انت بتقلع لي ايوه بقلع لك يا اخويا تعال لي ايه ده ودي اللي عندها لك اخويا يا فادي يا فادي عايز فادي عايز يضيع عليا الليله بالليالي العمر دي ليالي العمر معدودة يا دنيا لف بينا يا دنيا مربحينا يا دنيا شد صباح انت مالكش في الحشيش ولا ايه لا لا ليش الحشيش ولا ايه انا ليا في كل حاجة حشيش خمرة كيميا لو عايز انا امشيلك على الحيطه دلوقتي انا ممكن امشيلك اصل انا خلاص ما بقتش بخاف من اي حاجه معلش اصل انا لما بحشش بسكر في نفس اللحظه بيقولوا لي تومبي 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 طب ده كلام يعني انت جايه تومبي لما انا انحرف لا يعني لازم نبقى على نفس اللاين كده مع بعض الاغنيه دي مش على هوايا بقى بصراحه انا عايزك بقى تشغلي لي اغنيه حلوه كده عشان ترقصي لي عليها قوي مش كل من جاله في يوم تمشي زيادة ونا على فرشي هيكون مالعب كلفنا معاك مفيش موضوع وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول أما العالم المتضايقة أنا لا أنا ليش في دول وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول أما العالم المتضايقة ده أنا لا أنا ليش في دول وماليش في الدمع دالة ولا في الناس الشيالة كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول وماليش في الدمع لا 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 ولا في الناس الجيالة كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول يا ترى مات فين ده؟ ايه الافتراء ده؟ بجد؟ اصل انا مش مصدق بصراحه يعني انا مصدوم زي زيك والله العظيم انا اصلا مش كده عشان بس يعني ايه ما يبقاش فيه احلام كبيره في الموضوع يعني والله ما عارف ايه اللي حصل اصل انا كنت بتعامل معاكي على انك الدنيا وهي الدنيا مالها؟ عماله تودينا وتجيبنا وطلعنا لفوق وتنزلنا لتحت وطلع في الاخر انها ملهاش اي لازمه هشوفك تاني
لو ما متش. لا في عرضك انت ما تتنسيش. لا معلش بس بعد اذنك احنا محتاجين نسجل الكلام ده بالموبايل عشان انا مهما قلت لاصحابي ما حدش هيصدقني. يلا قولي كده قولي. انت ما تتنسيش يا عامر. انت ما تتنسيش يا عامر. انا الحياة بس اللي فاهمها الحياة حلوة بس اللي فاهمها الحياة حلوة. جاي لي وش الصبح وكمان سكران؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت بتغيري عليا ولا ايه؟ ده انا ميت. طب وهي دي اخلاق واحد ميت؟ لا اصل الدكتور شوقي قال لي اعمل كل حاجه انت بتخاف منها. ده انا حتى طالع في الاسانسير والله. طب مش الخمره برضه مضره بالصحه؟ صحه مين يا ابو صحه؟ صحه مين؟ انا ميت بصحتك يا عسل انت يا سكر يا اوعى بقى انت سكران. طب عايز اطلب منك طلب. نعم. عايزك ترقصي لي. نعم ارقص لك؟ لا اصل اللي بيموت يقول يقولوا له انت نفسك في ايه قبل ما تموت؟ طب نفسك في ايه قبل ما تموت يا ابو موتة؟ نفسي ترقصي لي بس على اغنيه معينه انا شغاله لك. ماشي. اح اح ايه وايه؟ انا هشغل لك انا الاغنيه، انا بشغلها لك بظبطها ترقصي عليها حلو. تفتكر عشان جهاد ربنا يرضى عني ويدخلني الجنة؟ إن شاء الله. تعرف عشان جهاد كان نفسي كده لما أموت يعملوا لي جنازة كبيرة زي الأستاذ عبد الحليم حافظ والناس تموت نفسها عشاني. أولا دخول أي بني آدم الجنة من عدمه دي حاجة في إيد ربنا سبحانه وتعالى. الحقيقة الفنان عبد الحليم حافظ كان فنان كبير رحمة الله عليه، غنى أغاني مهمة، رسالة من تحت الماء، موعود، صافيني مرة. معلش انت بقى غنيت ايه؟ مش متابع ولا ايه؟ سامحني. حط ايده ياه وعبده حصل ايه؟ عبده حصل ايه؟ دي اغنية؟ ما ضحكتيش يعني؟ لو اضحك عليا يا حبيبي ما انت زي الفل. تضحك على اللي ضحكت عليه قبل كده وطلقتك بسبب. وانت بالك رايق اهو تمام يعني، امال في ايه؟ وانا قلت لك اصبري شويه، انا لما بيبقى بالي رايق ببقى مفتري. انا كنت صابره يا حبيبي، امال في ايه؟ بس يا عيني عليكي يا عيني عليكي يا غاليه، اخره صبرك العمر راح. ولا راح ولا حاجه يا شيخ، بس انت تشرب النعناع ده وانت كل ما بتشربه بتبقى تمام. على فكره انت فاهمه النعناع غلط. وبعدين انا مش عارف ليه كل ما بشرب البتاع ده دماغي بتنمل. هو اللي كل شويه تنمل اجيب لك فلاوه افليك؟ حبيبتي بقول لك بتنمل مش بتامل. في فرق بين الامل والنمل. طب اشرب. ماشي. ده اللي بيخليك كويس على فكره. يعني يوم ما قرر اعمل كل حاجه من غير خوف او ما اعمل كل حاجه غلط، ايه الغباء اللي انا فيه ده؟ هسالك تاني يا شيخ جهاد، عايز ربنا يحبني اعمل ايه؟ اسمع كلام ربنا واعمله. ازاي يعني؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هعبدهم. شوف ربنا بيحب مين واعمل زيه. بيحب مين؟ ياه كتير ما خلاش.
إن الله يحب المحسنين. هحسن. إن الله يحب الصابرين. هصبر. إن الله يحب المتقين. هحاول أكون منهم مع إن صعبان عليا ما أعيش حياتي زي ما أنا عايز. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وانا اعمل الشيخ عايز ربنا يرضى عنا اعمل ايه؟ ابعد عن احمد السبكي. كريم ادي يا سيدي جزمة كريستيانو اللي انت كان نفسك فيها. انا بحبك قوي بابا. وانا كمان بحبك قوي يا حبيبي. بس لو بتحبني بجد عايزك تسمع كلامي. حاضر يا بابا. عايزك تبقى ولد صالح تدعي لابوك بعد ما يموت. لا يا اخي مش كده. امال ازاي؟ ايه الفرق بينهم؟ ما انا عملت كده بالضمه حتى ربنا يكرمك بسمكية قد كده. حوش حوش يا ولا حوش حوش السمك المرطرط حوالينا ده انا اموت واشوف لك سردنايه من يوم ما عرفتك. عارف يا جهاد؟ جهاد؟ لا ما انا حبيتك بقى بصراحه، حبيتك من قلبي وحاسس كده ان 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 ربنا راضي عليا وحاسس حاسس ان قلبي مزقطط كده من جوه. شوف يا عامر يا اخويا، في علامات صحيه بيبعتها ربنا سبحانه وتعالى لعبده، بيحس العبد من خلالها ان ربه راضي عنه. زي ايه؟ زي السعاده اللي انت فيها دلوقتي. وايه كمان؟ مثلا انا احيان كتير وانا نايم وفي عز النوم اصحى مرفوض واسمع اذان الفجر احس ان بسم الله ما شاء الله الملائكه هي اللي مصحياني. ايه ده؟ انا مت ولا ايه؟ في ايه؟ الصرخه باظت، ما عملتش اللون اللي انا عايزاه. يا شيخه حرام عليك، حرام عليك يا شيخه بتقي ربنا وراعي ان في واحد بيموت معاكي في نفس البيت. الواحد لو ما كانش يعرف يموت في بيته هيموت فين؟ بيع كل اسهم الهلباء بسرعه. طب ما نهدى شويه يا بني ادم، بقول لك بيع يلا بسرعه. يا عامر الراجل قبض عليه واتحبس. يا ابني بيع قبل ما الحكومه تتحفظ على فلوسه. طب ما نستنى شويه، الراجل عيان كده هيموت في السجن. لا اله الا الله يا بني ادم، بيع. انا عايز اعوض للراجل ده خسارته، عايز اخلص من الذنب اللي انا حاسس فيه بقى. دينا حاجه لله يا ابني. خدي بس ادعيلي دعوه حلوه يا امي. الهي اجعلك من المساكين. ايه ده؟ يعني انا اديكي فلوس وانت تدعي عليا؟ مساكين ايه؟ ايه الست الغريبه دي؟ السلام عليكم يا شيخ جهاد. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عامر؟ انا تمام الحمد لله. تخيل قابلت واحده غلبانه هنا يعني وديتها اللي فيه النصيب، بقول لها ادعي لي. عارف قالت لي ايه؟ ربنا يجعلك من المساكين. مالك مستغرب كده ليه؟ دعاء جميل الله يبارك لها. دعاء جميل ازاي يعني؟ انت عارف ان اسعد الناس في الاخره هم المساكين. ازاي؟ عارف يا عامر مين المسكين؟ مين؟ مسكين اللي يا دوب بيكفي قوت يومه وعايش على قده. الله. طب ما انا يا دوب مكفي قوت يومي وعايش على قدي، يبقى انا مسكين. يا رب. انا كده مسكين والله. حبيبي انت حبيبي يا شيخ جهاد، انا مسكين والله العظيم ثلاثه، انا مسكين انا وربنا يجعلك مسكين انت كمان. يا رب يجعلنا كلنا مساكين يا رب. أمين. انا مسكين يا عالم والله العظيم مسكين يا ناس. مسكين. الحمد لله الحمد لله، انا مسكين. افراح يا انشراح، جوز بنتك مسكين. يا والله ما مسكينه غير اللي عايشه معاك بلا نيله. يا رب
عشت كتير في الدنيا وشفت كتير، وعرفت ان احلى حاجة في الدنيا ان ادعيلك وتستجيب ليا، واحس ان بيني وبينك عمار. سامحني على كل ذنب عملته وارحمني، انا خلاص بقيت زاهد الدنيا ومشتاق اني اشوفك. يا اخيرا يا عامر بينا ورتني في العياده، ده انا حفيت عشان تيجي تنورني ولو مره واحده. دكتور شوقي انا سمعت كلامك ونفذت كل حرف انت قلته لي. فعلا؟ طب طمني، حاسس بايه دلوقتي؟ حاسس ان الحريه مسؤوليه. انا عملت كل حاجه كنت بخاف اعملها وعمري ما عملتها قبل كده، بس اكتشفت ان اجمل حاجه في الدنيا هي انك تقرب من ربنا. هو ده يا عامر بيه، هو ده اللي انا كنت عاوزه منك، كنت عاوزك توصل للنتيجه دي بنفسك، كان لازم تاخد التجربه. وقررت كمان ان انا ما اظلمش مياده معايا. جميل. ازاي؟ هطلقها. احي ليه؟ عايز ارتب لها حياتها قبل ما اموت، اذا كان هي ولا كريم ابني. طبعا طبعا، بس خد بالك ان دي الطلقه الثالثه، انت كده بتهد كل اللي عملناه. ده قرار ومش هرجع فيه. انا هنزل من هنا على مأذون العيله على طول. اهلا دكتور. مساء الخير يا فندم. مساء النور. هو حضرتك عارفه فين مأذون العيله؟ طبعا. ليه يا دكتور؟ اصل عامر بيه سابعنا على هناك عشان يطلقك الطلقه الثالثه. انا يعز عليا ان دي تبقى اول حاله طلاق في العيله. لا، ما مش اول حاله طلاق ولا حاجه، ما انا طلقتها مرتين قبل كده. فكر يا ابني كويس. خلصني يا مولانا، انا عايز اطلق، ما عنديش وقت انا للكلام الفاضي ده. عامر بيه تمهل. مش عيب تبقى في السن ده وفتان؟ لا لا والله انا مش فتان، انا خباص. لا لا والله. طب ده بدل ما تشكرني. اشكرك على ايه؟ على اني خليتك تخف. انت خلاص ما بقتش تخاف من حاجه خالص. يا فرحتي، دول هم كلهم شهرين. لا يا حبيبي، ما تقولش على نفسك كده، ربنا يديك طول العمر. بصراحه بقى حكايه انك هتموت بعد شهرين دي لعبه لعبتها انا والدكتور شوقي عليك. يعني فتان وبتلعب كمان؟ انت ما وراكش شغل خالص. ممكن افهم بقى لعبه يعني ايه؟ يا حبيبي، حياتنا وانت وكريم كانت هتبوظ بسبب وسواستك. بصراحه كنت خانق قوي يا بابا. ونعم التربيه يا حبيبي، بس برضه محتاج افهم لعبه يعني ايه. شوف يا عامر بيه، انت كنت عندك وسواس مزمن بيخليك تخاف من حاجات تافهه ملهاش اي معنى، عشان كده كان لازم اخليك تخاف من الحقيقه الوحيده في الحياه، الموت. والتنميل اللي كان بيجيلك وخلاك تروح المستشفى، دي حبايه دهين الدكتور شوقي حطها لك في الانسولين. طب والدكتور اللي كان في المستشفى؟ بس انا عمري ما سبتك لحظه واحده، كنت دايما جنبك عشان اطمن عليك. ازاي يعني؟ اجيب لك ايه التالته منين انا دلوقتي؟ طب والغراب اللي كان بيعوي في اوقات غريبه ايه؟ كنت متفقين مع الغراب كمان؟ انت تافه بقى. لا بس تفاهتك عجبتني المره دي. افهم من كده ان انا مش هموت؟ بعد الشر عليك يا عامر بيه، احنا كلنا هنموت، محدش عارف هيموت فين ولا امتى. عيش حياتك، عيش، ده كله بايد ربنا. ونعم بالله. قنبله قنبله اجري اجري. تعالوا يا جوب، انا ما تخافوش، دي بداية الصنع.
ماشي يا ود بلاش تعاني عامل ايه فيكي يا محيراني سلامة نور عينيا مش هتعملهم عليا اجري شوف لك واحدة غيري لو عايز نطلب ايديا سكة ما تتوشها هي ومش هنرغي لنا عيني ولي يا حلوة انا جبت اخري جاي جري وجاي دغري مش مهزر والسلام كلمة ورد غلطها انتي من النهاردة خلاص حبيت عشان نقصر في الكلام قصر معايا من كيس كفاية هات اللي عندك مش هنحكي من حكاية قصر معايا من كيس كفاية مش هتصاحبني يا ودلي رايح جاي ورايا عايز ايه يا ابني تعبت قلبي ما تجيني دغري يا ود وقصر في الكلام مش هتحيلني ولا هتسيرني بخص بقى وخليك رجولة والتمام الحب دوي بقلبي دور وانا لسه في الاول يا دور يا محيرة كل القلوب ومحيراني حرام بقى انا قلبي مش قدك في ايه ما تعبري وتريحي وتدلعي وتحسي بي ولا انت غاوية لي الشقة والنعمة شاري ما تطفي ناري وتحس بيا يا محيراني ماشي يا ودي بلاش تعاني عامل ايه فيكي يا مجننة حريقة حريقة البت دي جامدة حريقة 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 ليها ميت اسلوب وطريقة حلاوة حلاوة ما تاكلش بعقلي حلاوة يا حلاوة ما تاكلش بعقلي حلاوة حريقة حريقة طب ليه بس الدخلة دي لو بالصوت